اليومية بتاعتنا، الفقرة اليومية بتاعت التمارين الرياضية مع الكابتن العزيز جدا كابتن أحمد عوض. النهاردة التمرينات هتكون للسيدات الحوامل. هنروح لفاصل بعد لما نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير، صباح النور. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو البريجننت او الحوامل، ازاي يتمرنوا او امتى يتمرنوا. رقم واحد، عشان اتمرن كحامل او ست بريجننت لازم بعد الشهر الثالث، ولازم باوامر الدكتور. ما ينفعش ان انا اخش اتمرن بمزاجي او اعمل مجهود بمزاجي، لازم في اول ثلاث بعد اول ثلاث شهور بروح للدكتور وهو اللي بيقول لي تحاليلي ومجموعه التحاليل بتاعتي هل تسمح او الحاله بتاعتك تسمح ولا لا. ونفس الشخص حتى لو حصل حمل تاني بعد فترة ما ينفعش برضه ياخد القرار من نفسه ان هو يتمرن، لازم تحت اشراف الدكتور. يعني الدكتور بتاعي هو اللي يقول اوكي اتمرن يبقى اوكي، غير كده لا. بعد موافقة الدكتور نبتدي نخش في تمارين الحوامل. تتمرن ازاي فترة الحوامل؟ في حاجة مهمة جدا لازم ابقى عارفينها، ان هي تتعرض لنوع من انواع الاكتئاب، وده مهم جدا. لازم ساعتها بختار التمارين عشان تنشط الدورة الدموية عشان تخليها كويسة، دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم ابقى عارفه ان ضربات قلبي بتزيد 10 ضربات عن الطبيعي، ده مهم جدا، زائد ان الهرمونز بتاعتي بتزيد اللي هي البروجسترون والاستروجين. مهم نعرفهم ليه؟ لان دول بيزودوا نسبه المرونه في العضلات والليونه في المفاصل. عشان كده واحنا بنتمرن ما ينفعش نعمل الاكشن بتاعتي او الحركه بتاعتي فول رينج، يعني مدى حركي واسع، لازم احافظ على المدى الحركي بتاعي. فلازم اقوي العضلات دي عشان في الفتره اللي بعد الولاده جسمي بيحصل له زي الدمور العضلي نتيجه ان انا قاعد ومريح بعد العمليه بتاعت الولاده، فبحافظ على عضلاتي دي نتيجه ان انا امرنها واعمل تمارين ليها. نبتدي بالتمارين بتاعتنا. اهم حاجه ان انا بتمرن احافظ على دايما الكيرف بتاع البطن ده يبقى متاخد عشان اريح البيبي، ده الوضع الطبيعي. ما بقاش مكسوفه بان انا بطني طلع قدامي، لا ده الطبيعي بتاعي، ان ده الشكل الطبيعي بتاع البريجننت. انسى شكل الطبيعي وانا لسه بنت او لسه مدام، بس ساعة الحمل ده ليه كيرف طبيعي بياخده الجسم، لازم احافظ عليه عشان اريح البيبي بتاعي. طب دايما وانا بتمرن اكون ساند ظهري عشان ما احملش على عضلات ظهري ولا على القطنيه بتاعتي، لان هي اصلا عليها حمل من الكيرف اللي هي واخداه بتاع البيبي. اركز دايما ان هرمون البروجسترون الاستروجين بيزيد عند السيدات، فده بيزود نسبه المرونه والمفاصل، نسبه الليونه في المفاصل. فانا بالتالي لما اجي اتمرن ما بفردش ايدي على الاخر، لا اتمرن ده للبايسبس، اوكي؟ ما افردش ايدي على الاخر، هطلع كتفي، ما اعملش اي تمرين فيها خطوره. هو الغرض من التمرين ليهم ان هو ينشط الدوره الدمويه في العضلات عشان تقوى تستفيد من التمرين. دايما شده التمرين بتاعتهم تبقى من 60 ل 70%، ما تزيدش عن 70%، يعني مش لازم يعمل لا خالص، انت بتتنفس كويس جدا، زود الاكسجين داخل الجسم عشان تستفيد. دي بعض التمارين اللي ممكن تعملها وهي قاعده. لازم تبقى سانده ظهرها وتحافظ على الكيرف بتاعها. تبتدي نعمل تمارين واحنا نازلين على الارض. طب لو انا هتمرن على الارض وهتعمل تمارين وانا نايم على الارض، لازم يكون في زي الفوطه حاجه تحافظ على الكيرف بتاعي لما انام على الارض عشان ما تضغطش على البيبي. وده مهم جدا. سلامه البيبي وسلامه الام مهمين بالنسبه لنا. الهدف اهم من الوسيله، الهدف ان انا اتمرن عشان احافظ على جسمي واحافظ على البيبي. كده انا حافظت على الكيرف بتاع ظهري وريحت ظهري وريحت البيبي عشان اتمرن. يفضل التمرين ده ما نعملهوش لمده طويله عشان ما تعبش عمليه التنفس بالنسبه لي. كده انا بقوي عضلات الشست. كده انا ممكن اتمرن تمارين بطن واقوي عضله البطن. كده بالنسبه للحامل بتمرن العضله اللي مسؤوله عن الحوض من تحت. اشتغل رجل ورجل. خلصت تمرين عشان اقوم على الارض مهم جدا، ما ينفعش هي تقوم مره واحده، حتى لما تيجي تقوم من على السرير في هوية تاني من بكون نايمه، لازم لما تيجي تقوم تقوم بالراحه. باخد على وضع بتاع الجنب، اتحرك بالراحه خالص، ولما اجي اقوم تبقى ركبه، وبعد كده اطلع رجل، اقوم على الرجل التانيه. دي الطريقه اللي هتقوم بيها على الارض. طيب عايزين نعمل تمارين تانيه مهمه جدا وهنعملها للمنطقه السفلى بتاعت الجسم. هتثبت ايدي، بطني تبقى واخده الكيرف، ظهري واخد الكيرف،
بعمل كيك باك بالراحة. مهم عملية التنفس بالنسبة لها قوي، تركز. دي أكشن، ممكن نعمل أكشن تانية عشان العضلات الجانبية بالراحة برضو. الهدف من التمرين بتاعها هي مش داخلة بطولة، هي بتحافظ على عضلات جسمها علشان الفترة اللي هتقعد فيها بعد الولادة يحصل لها ضمور عضلي. ده تمرين تاني، تاخد وضع الارتخاء خالص، بطنها بتبقى قدامها، رجل متنية ورجل مفرودة. دي عضلات الجانبية برضو. طيب عايز اتمرن عضلة الضمة، توقف الرجل دي، اشتغل العضلة الضمة. كل دي انواع تمارين ممكن تستخدمها بالنسبه للحمل. اهم حاجه ان هي ما تقومش مره واحده، تاخد الكيرف، تحافظ دايما على الكيرف اللي عند البطن، ما تضغطش على البيبي. طيب لو هي حابه تعمل كارديو ماشين او تمارين، ممكن تطلع المشايه عادي جدا تتمشى، بس برضو بعد نصيحه الدكتور. العجله اللي بمسند هي الامان، ما ينفعش اعمل العجله اللي هي السبيننج، ده مهم جدا بالنسبه لها. ليه؟ لان هي دي هتحافظ على الكيرف بتاعها. ما تعملش اي تمرين فيه الرجل تضغط على البطن عشان ما تضغطش على البيبي، بيبي بتاعي اسيب له المساحه بتاعته انه يبقى طبيعي. دايما ركز ان ضربات قلبي هتبقى زياده 10 ضربات عن الطبيعي، درجه حراره جسمي هتزيد درجه. دايما ما اعملش تمارين فيها فول رينج، لان الركبه او المفاصل بتاع الجسم وارد ان هي من نسبه زياده نسبه الليونه ان هي تيجي بالعكس، بعد كده هيحصل لي خشونه فده ياثر عليها في المستقبل. اهم حاجه سلامه الام وسلامه البيبي، والاثنين مع بعض بيتمرنوا. لازم تركز قوي ان هي مش داخله بطوله، ومهم بالنسبه لها تحافظ على البيبي بتاعها وتحافظ على نفسها. التمرين ما هو الا عشان العضلات تستفيد وتبقى قويه وننشط الدوره الدمويه. شده التمرين ما تزيدش عن 70%، مش لازم نوصل ل 100%. ده مهم جدا. ربنا يحفظكم جميعا.